طيب على طاري القعده الحلوه والشويه الضحكه، ما فد يوم صار لك موقف من ورا مربع شيء ويا زوجتك فد شيء شيء يعني موقف مواقف وانا اخوه ترى مو مو صار عندي موقف يملك الاسرار من تزعل تجي يمي مالك صار عندي موقف اتذكر بال 2010 بالعراقيه كانت لعبه مال محيرس وتاخرنا بالليل وغنيت مربع فكاهي قوم طلقني بعد ما اريدك هي سمعتها هذا المربع وتوهدنت وتزوجتها طبعا ساعه بثلاثة بالليل لقيت الباب مسدوده يا بفتح الباب تقول لي ما افتح لك الباب قوم طلقني يا بخلفتهم على شنو قوم طلق اسالها اقرا لك شال المربع وشوفين حقها من سوت هاي المصيبه ما فتحت لي الباب بثلاثة بالليل الجهال نايمين وبس هي قاعده نام ويا الحارس مال السوق برا احنا خايفين هسه بس ترجع خاف هم تلقى الباب مسدود اي لا اعتيادي لا صارت طبيعي عدة يعني تعودت وصل حسمع لكم شوية من عندك إن شاء الله يلا ربع ودينا ربع استاذ توهدنت وتزوجتها توهدنت اتمرمرت ما وتعذبت وتوهدنت وتزوجت ساعتي السودة خطابتها توهدنت وساعتي السودة خطابتها توهدنت تلعب لي طوب عثرت وقلبت الصوب عثرت وقلبت نصاطح انا شمارتها توهدنت توهدنت وتورطت ساعتي السودة خطابت لها توهدنت عمرها 90 واكثر تطلع بقد امي واكبر عمرها 90 واكثر تطلع بقد امي واكبر ارد انام الليل ما اقدر ارد انام الليل ساعتي السودة خطابتها توهدنت اتمرمرت اتعذبت يا بتوهدنت وتزوجتها عشت بس ما شاء الله يعني زين فوتتك زين بالاكل لا هي طببتني للبيت بس على جيران قعدوا على الصوت صارت بالصواني